في خطوة جديدة لتعزيز وضع بلاده العسكري في الحرب التي تخوضها ضد روسيا، وقع الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي اتفاقية أمنية مع المستشار الألماني أولاف شولتز، يتم بموجبها تقديم حزمة مساعدات عسكرية لكييف بقيمة 1.1 مليار يورو، تشمل 36 مدفع هاوتزر و120 ألف طلقة من ذخيرة المدفعية ونظامين آخرين للدفاع الجوي. الاتفاقية الألمانية التي وصفها شولتز بأنها خطوة تاريخية تسري لمدة 10 سنوات، تقوم خلالها ألمانيا بتقديم دعم عسكري طويل الأمد لقوات الأمن والدفاع الأوكرانية. كما نصت الاتفاقية أيضاً على أن برلين سوف تقوم بتزويد كييف بمساعدة أمنية سريعة عند قيام موسكو بعدوان مستقبلي عليها. وتعد الاتفاقية الثنائية بين ألمانيا وأوكرانيا الثانية من نوعها، وذلك بعد توقيع كييف الشهر الماضي اتفاقية أمنية أخرى مع بريطانيا. حزمة المساعدات الجديدة لأوكرانيا تأتي بعد رفض الكونغرس الأمريكي اعتماد مبالغ جديدة لإرسال مساعدات عسكرية لكييف، الأمر الذي تسبب في نقص حاد في الذخائر المختلفة للقوات الأوكرانية، وهو ما أدى إلى مطالبة الحلفاء الأوروبيين الكونغرس بالموافقة على حزمة المساعدات العسكرية لأوكرانيا التي تصل ل 60 مليار دولار. وتهدف الدول الأوروبية من خلال الاتفاقيات الثنائية التي وقعتها مع الجانب الأوكراني إلى إرسال رسالة تضامن طويلة الأمد مع عودة أوكرانيا إلى موقف الدفاع في الحرب بسبب انخفاض إمدادات الذخيرة ونقص الأفراد. الاتفاق الأمني بين ألمانيا وأوكرانيا يأتي عقب تعهدات الدول الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع بتوفير الأسلحة والمعدات العسكرية اللازمة لكييف لمواجهة روسيا في الحرب التي تقترب من مرور عامين على اندلاعها.